يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، هل صحيح أن الناس كلهم يدخلون النار مؤمنهم وكافرهم؟ هذا ما فهم معنى الآية، لو راجع التفسير لعرف معنى الآية، المرور على الصراط، المرور على الصراط المنسوب على متن جهنم، يمر الناس على قدر أعمالهم، منهم من يعبر ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولكن لا يسقط فيها إلا الكفار والمشركون، أما المؤمنون فإنهم تمشي بهم أعمالهم وينجون من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. نعم.